بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثانية من مساق فود مايكروبيولوجي. اليوم إن شاء الله رب العالمين حنتكلم على مصادر المايكرو أورجانيزم في الفود، أو كيف تصل المايكرو أورجانيزم إلى الطعام. بداية بنقول إنه في عندي أنا مصدرين لوصول المايكرو أورجانيزم إلى الطعام. ممكن يكون المصدر هذا هو مصدر خارجي اللي بنسميه احنا الاكسترنال سورسز، وممكن يكون مصدر داخلي اللي هو من يعني نفس الحيوان او النبات اللي بنسميه احنا الانترنال سورسز او الناتشرال سورسز. الناتشرال سورسز مثلا في حالة الانيمالز بنلاقي ممكن يكون من السكن تبع الحيوان، او من الهيرز الشعر او الفيذرز اللي هو الجلد، او من خلال اللي هو الجاسترو انتستاينال تراكت اللي هو القناة الهضمية، من خلال القناة اللي هو البولية، من خلال الجهاز التنفسي. في الحيوانات المتدينة البانزا الابقار ممكن نلاقي انه في عنده تلوث اللي هو قناة اللي هو الضرع اللي بتعطينا اللي هو الحليب. يبقى في عندي مصدر هنا في حالة النباتات، مصدر سميته أنا المصدر اللي هو الطبيعي أو الناتشرال سورس. يعني أنا لما جبت الحيوان هذا عشان بدي أجهز مثلا من بقرة مثلا أو من عجل، بدي أجهز بدي أعمل مثلا بسطرمة، ممكن أكون أنا جايب مع هذا الحيوان اللي هي البكتيريا اللي طبيعيا موجودة على جلده أو موجودة في جهازه الهضمي أو موجودة. ولذلك لازم احنا اللحوم لما نستخدمها او البيض او الدجاج يتم يعني تنظيفه جيدا قبل عملية اللي هو الاستخدام. هذه بنسميها احنا ايش اللي هي النورمال فلورا الموجودة على سطح اللي هو النبات، وهذه موجودة بشكل زي ما قلنا طبيعي مترافقة مع اللي هو الحيوان. ايضا النباتات حنلاقي برضو في عندها نفس القضية، في عندها برضو بعض اللي هو المايكرو اورجانيزم المرافقه لها، لكن النبات بالعاده المايكرو اورجانيزم لا تقوم باختراقه، بتكون موجوده على السيرفيس تبعه يعني على السطح تبع هذا النبات. بالاضافه لهذه المصادر ممكن يكون في عندي مصادر اخرى للتلوث، الهواء، السويل، التربه، السوج اللي هو المجال، الميه، التغذيه، الانسان ذات نفسه يكون مصدر لعملية التلوث، مكونات الغذاء الإضافية الأخرى، الأجهزة المستخدمة، عملية التغليف، وطبعا الحشرات. يبقى في عندي نوعين من المصادر، مصادر الانترنسك ومصادر اللي هو ايش الاكسترنسك أو المصادر الخارجية والمصادر الداخلية اللي هو التلوث. طيب هذه في النهاية هذه المصادر شايفين زي ما انتم شايفين هنا في الصورة تبعت هذا بياع، السيد بياع اللحمة حاطط الوزة تبعته جنب الحية اللي عندها براز، عندها جنب اللي هو اللي هي اللحوم المعدلة للبيع. تصرف خاطئ، استخدام نفس السكينة ولوح التقطيع للحمة مع الخضروات ايضا تصرف خاطئ. هنا شوف التصرف السليم، سكينة خاصة مع اللي هو يبقى زي ما احنا شايفين في هذا المصنع كيف الزي المناسب، كيف السكينة المضبوطة على لوح تقطيع خاص بالخضروات، هذا مكان ملائم. طبعا قديش احنا بنكون محافظين على السانيتيشن، قديش بنكون محافظين على النظافة خلال التعامل مع الطعام، قديش بنحصل على نتائج ايجابية. طيب الان خلينا نشوف اهم المايكرو اورجانيزم اللي احنا ممكن يعني نلاقيها في النباتات، او من وين مصدر هذه المايكرو اورجانيزم. طبعا زي ما احنا حكينا انه بالعاده النبات او الثمره اللي احنا بنحصل عليها بتكون المايكرو اورجانيزم موجوده على السيرفس تبعها، يعني بتكونش مخترقاها، ما عدا بعض النباتات زي مثلا الراديش اللي هو الفجل، زي البصل، زي الكبج اللي هو الملفوف، هذول ممكن الميكروب يعني يكون قد استطاع انه يتسلل الى الداخل، لكن كلها في هذه الاوضاع بالعاده بتكون نورمال مايكرو بيوتا. هذا النورمال مايكرو بيوتا يعني افترض تكون مش ضاره للانسان، الا في بعض الاحيان لما يكون مثلا تم ري هذا مثلا النبات
بمياه اللي هو المجاري. بالإضافة لذلك وجدنا أنه بعض النباتات زي البصل وزي الثوم هو بطبيعته بيفرز مواد إلها قدرة على قتل الميكرو أورجانيزم، بنسميها أنتي ميكروبيال ميتابولايتس. ولذلك احنا كثير بنسمع انه والله مثلا عالج المرض الفلاني مثلا بالثوم او بالبصل، فهذه بتعطي حصانه لهذه الاغذيه ضد اللي هو المايكرو اورجانيزم. طيب الان وين مصادر التلوث في حاله اللي هو النباتات، او ايش اللي بيساعد التلوث؟ قال لك اول حاجه اللي هو السويل كونديشن، يعني هل التربه اللي انا مستخدمها هي تربه صالحة للزراعة، مناسبة للزراعة، ولا أنا جاي بزرع جنب مثلا بركة مجاري. النوع اللي هو الفرتلايزر، نوع اللي هو السماد المستخدم، هل هو سماد عضوي؟ هل تم تنقيته من المايكرو أورجانيزم؟ ولا إن جاب مثلا من مزرعة أبقار تم استخدامه كسماد؟ الماء المستخدم، هل هو ماء أبار ولا ماء مجاري تم إعادة تجهيزه؟ هل هو مناسب لعملية الري ولا لا؟ وطبعا اللي هو جودة اللي هي الهواء، خاصة ولا سيما في اللي هي المحميات. بعض الميكرو اورجانيزم اللي بلاقيها على البلانت على النباتات، في عندي المولدز الاعفان، بلاقي الثمرة معفنة، بعض الخمائر اليست، بعض اللاكتيك اسيد، بكتيريا سودومونس مشهورة جدا في هذا الموضوع، الالكالجينس، المايكروكوكاس، الاروينيا. والاروينيا هذه بالمناسبه لا تصيب الانسان، هي فقط تصيب النباتات مثل البطاطا، وبتعمل بصير حبه البطاطا طريه جدا. في بكتيريا الباسيلس، الانيروبيك بكتيريا زي الكوليستريديوم، وبكتيريا الانتيرو باكتر. طيب لو حصل عندي كونتامينيشن بالسويج بالمجاري زي ما انتم شايفين، حلاقي انه مجموعه كبيره من الانتك مايكرو اورجانيزم، لا سيما مجموعه الكوليفورم والفيكال كوليفورم، موجوده على هذه النباتات. ما هي العوامل التي تؤثر لعدد الميكرو اورجانيزم الموجود على البلانت؟ اول شغله طبعا اذا كان هذا النبات مريض فانه عدد الميكرو اورجانيزم ايش مالها؟ حزيد، يبقى ديزيز اوف ذا بلانت. لو هذه حبه التمر اثناء عمليه جمعها انكشطت، طبعا لما انكشطت بروح منها طبقه البكتين اللي هي طبقه الحامله للثمار من الخارج، معناته من السهل انه المايكرو اورجانيزم يخترق هذا اللي هو النبات، فهنا الدمج للسيرفس، تدمير السطح. احيانا ممكن يتم جمع الثمار وما يتمش عمليه غسيل الها او يعني او تنظيف لها، فهذا التاخر في بين عمليه الهارفستنج الجمع وما بين عمليه الوشنج برضه بيزيد عدد المايكرو اورجانيزم. كمان عمليه التخزين والنقل، اذا كان عمليه الستورج والترانسبورتيشن مش مظبوطه، يعني مثلا بعض الفواكه يجب ان تخزن وتنقل في جو بارد، يعني جو ريفرجريتد، لو احنا سبناها في الشمس حتفسد وحيزيد عدد المايكرو اورجانيزم. بعد عمليه التصنيع، بعد عمليه التصنيع او التجهيز، هل تمت عمليه التخزين بطريقه مناسبه ولا لا؟ طيب عشان احنا نعمل ريدكشن، عشان نقلل من عدد الميكرو اورجانيزم في الفود او في يعني اللي اساسه بلانت اورجانيزم، ايش لازم نعمل؟ قال لك اول حاجه استخدم ماء، يوز اوف تريتد سويج فور فورتلايزر، يعني استخدم مياه مجاري تم عمليه اللي هو عمليه يعني تجهيز لها، معالجه لها، يعني مش مجاري او حاجه مباشره، وخصوصا في ري النباتات الكبيره، فور تريز اونلي، يعني نباتات زي مثلا نبات البرتقال، او ما اجيش استخدم هذه المياه مع خس او مع جزر او مع ملفوف. ليش؟ اولا لانه حيكون في تلامس مع كل اجزاء النبات وهذا مش مطلوب، ثانيا حياه هذه النباتات قصيره، فمن السهل ان تنقل المايكرو اورجانيزم. طيب الشغله الثانيه، احذر او قلل من عمليه تدمير النباتات خلال عمليه الجمع. ولذلك احنا بنلاقي مثلا وزاره الزراعه بتشترط عمليه مثلا قطع الثمار الفاكهه في مناطق معينه، ما بيجيش انا يعني شد بشد الفاكهه، لا، في مقص خاص لعمليه اللي هو جمع الثمار. طيب رقم ثلاثه، عمليه الووشنج السريع بالميه يعني الجيده لهذا اللي هي الثمار اللي تم جمعها، عمليه تخزين ونقل
في temperature منخفضة أو refrigerated temperature. طيب كمان بنلاقي في مصادر للميكرو أورجانيزم في الصناعة من الأنيمالز، من الحيوانات، من الطيور، من الفيش، من الشيل فيش اللي هو ايش بنسميه، نسميه احنا المحار، الله يفتح عليكم. يبقى هذه برضه هذه الحيوانات والطيور والاسماك بتحمل نوعين من الميكرو اورجانيزم. في اورجانيزم بيكون على السيرفس عندها، وفي عندها ايش؟ اندوجينيوس مايكرو اورجانيزم، يعني ميكروبات ايش مالها؟ ذاتيه، ممكن تلاقيها في القص الاسناني تراك، ممكن تلاقيها في الريسبيراتوري تراك، في الاورجينيتال تراك، هذه موجوده في الخارج. الان هذا الميكرو اورجانيزم عددها بيختلف بالسايت، يعني مثلا الميكرو اورجانيزم موجوده في الجاسترو انتستاينال في الجهاز الهضمي عددها كبير، يعني تصل الى اكثر من 10 اس 10 بكتيريا سير في الواحد جرام من اللي هو او يعني في داخل اللي هي الواحد جرام من كونتين تبع اللي هو الانتستين، بينما ممكن الاقي في الريسبيرتوري تراك لا العدد اقل. فكتير من الميكرو اورجانيزم بنلاقيها موجوده وين؟ موجوده في الجهاز الهضمي زي الشيشة كولاي، هذا يعني الكوليفورم، مجموعة الكوليفورم، مجموعة الفيكال كوليفورم، هذه مشهورة جدا. كمان ممكن انيمالز يكون حامل للميكروب ولكن مش ظاهر على الأرض، يعني تلاقي مثلا دجاج حامل لميكروب السالمونيلا، الدجاج بيصابش في السالمونيلا، لكن الدجاجة لما تبيض يحصل كونتامينيشن لهذا البيض، فسيادتك تتناول البيض فيحصل عندك اللي هو مرض السالمونيليزز او التيفود فيفر. فالحيوان قد يكون حامل للميكروب زي الكامبيلوباكتر، زي الكولاي، زي الستاف اوريوس، زي الستيريا، زي انواع من الكولستريديوم. فالانسان ياخذ الماده الغذائيه هذه ويصاب بهذا الميكروب. مثلا كمان زي ما ذكرنا قلنا لينج بيرس اللي هي الطيور اللي بتضع بيض ممكن تكون حامله انواع من السالمونيلا زي السالمونيلا انتراتايدس، وهذه في الاوفرز تبعها في المبيض تبعونها، فانا لما تبيض تديني بيض ايش ماله؟ يكون ملوث بالسالمونيل. ايضا المأكولات البحريه زي الشيل فيش والشيل فيش نفس القضيه، ممكن تكون حامله لبعض انواع الميكرو اورجانيزم اللي بالنسبه لها طبيعيه زي الفايبرو باراهيمونيتيكاس. الفايبرو باراهيمونيتيكاس مشهور جدا انه بصيب الاشخاص اللي بيتناولوا المأكولات البحريه الغير مستويه، بيروح بياكل سوشي وحاجات زي هيك. ففي اليابان مشهور جدا هذا الميكروب وبيعمل جاسترو انتراتيس بشكل كبير. كمان ممكن بعض الباثوجينيك مايكرو اورجانيزم تصل للي هو الفود اللي اصله الحيواني زي كاجزاء منه، زي مثلا دي مثلا تصل للميلك، للايج، للميت، للفيش برودكت، فهذا كله لازم ننتبه له. طيب ايش معناته؟ معناته ممكن يكون المايكرو اورجانيزم في الانتستين، لكن اثناء عمليه الذبح صار اختلاط بين مكونات الانتستين ومع اللحمه العاديه، فاصبحت اللحوم الخارجيه ملوثه بهذا الميكروب. لذلك يجب اخذ الحذر خلال عمليه البرودكشن، خلال عمليه التصنيع ما يحصلش كونتامينيشن. خلال عمليه جمع الحليب ممكن يكون هذا الحيوان، البقره، مش عارف ايش، يكون عندها الضرع في التهاب او مش مغسول مليح، فنلاقي الفيكال ماتيريالز دخلت مع الحليب، يبقى لازم يتم تنظيف الضرع قبل عمليه ايش؟ جمع اللي هو الحليب. يبقى الميكروب قد يكون موجود كنورمال فلورا في مكان معين، لكن اثناء عمليه تجهيز الطعام هذا بطريقه خاطئه تبقى النتيجه ايش مالها؟ عكسيه. طيب ايش بعض الميكرو اورجانيزم اللي ممكن نلاقيها موجوده لدى الحيوانات؟ في الحيوانات واللي هو الطيور، مثلا على سبيل المثال ميكروب الستاف اوريوس. الستاف اوريوس من اشهر الميكرو اورجانيزم اللي بتسبب فود انتوكسيكيشن، يعني الشخص بياخذ الطعام بيكون الطعام يحتوي على بعض انواع اللي هو التوكسين التي التي انتجتها الستاف اوريوس، وهنا بصبح صار عند الشخص جاسترو انتراتيس. ايضا من الميكرو اورجانيزم ميكروب اللي هو المايكرو كوكس. في كمان عندنا البروبينوبكتيريوم. البروبينوبكتيريوم هذا عباره عن ميكرو اورجانيزم لا هوائي، هذا من الميكرو اورجانيزم اللا هوائيه، هي عباره عن جرام
بوزيتيف باسيلاي، عباره عن جرام بوزيتيف باسيلاي. في عندنا الكورني بكتيريوم، الكوليني بكتيريوم، في عندنا بعض انواع الاعفان والخمائر، كل هذا ممكن يكون عامل تلوث لمصادر اللي هو اللحوم. من وين اجى؟ اجى من جلد الحيوان، اجى من شعره، اجى من الفيزرز تبعه، اجى من الجاسو انتستاينال، في النهايه استطاع ان يصل الى اللحمه اللي احنا نستخدمها في التصنيع ويعمل لي كونتامينيشن. طب ايش الاجراءات لازم اعملها؟ هذا الزلمه قاعد بذبح في الشارع، شوفوا راس الذبيحه وين متدليه في الارض، هذا مصدر خطير للكونتامينيشن. يبقى انا لازم لما اذبح في المسلخ. يبقى اول شغله عشان انا اقلل من الكونتامينيشن للانيمال سورس، واحد عمليه تربيه اللي هو الحيوان تتم على uncontaminated feed and water، يعني لازم انا اعطيه طعام جيد وماء جيد ما دون شيء ملوث، لانه بالتاكيد اذا كان ملوث هذا الميكروب حينمو في جسد الحيوان ومن ثم قد ينتقل لي في يعني لاحقا. كمان بدي اشوف هل الحيوانات هذه والطيور مصابه بشيء معين. والله يمكن الاقي مثلا الطيور هذه مصابه بفيروس معين او بكتيريا معين زي السالمونيلا، يبقى لازم اتخلص اعمل كولينج اللي هو الكاريرز ده الحاملين لميكروب معين. يبقى انا دائما لازم افحص الحيوانات تبعاتي من حيث حملها لبعض المايكرو اورجانيزم، واتخلص طوالي من اللي هم حاملين الميكروب لانه حينقلوا الى الحيوانات الاخرى ومن ثم حينقلوا الى اللي هو الانسان. كمان بعد عملية الذبح بتستخدم مية جيدة في عملية تنظيف هذا اللي هو الحيوان، يبقى الجثة تبعت الحيوان المذبوح بدي اغسلها بالمية عشان اي مايكرو اورجانيزم اتخلص منه. الهير ريموفل ازالة اللي هو الشعر لو انا مثلا او صوف اذا كان مربي خرفان وما الى ذلك، دائما ايش اعمل انظفهم. طيب لو انا قاعد بذبح حصل عنده كونتامينيشن، يبقى بدي اعمل ريموفنج للكونتامينيتد بارتس، الاجزاء اللي تلوثت خلال الشغل تبعي. بعدين في عمليه جمع الحليب طبعا تنظيف الضرع بشكل جيد. طب احنا جمعنا حليب وين حنوديه؟ حطه بالشمس؟ قال لك لا، قال لك لازم توديه على اللي هو التبريد مباشره. ايضا البيض كمان بعد عمليه الدجاج ما يبيض، بدي اجمع البيض بشكل سريع، يعني بديش يتجمع فوق بعضه لانه على السيرفس تبعه حلاقي مثلا من الخارج البيضه بالداخل مش حتكون ملوثه، لكن من الخارج حتكون موجود عليها بعض المايكرو اورجانيزم اللي حتجد فرصه للنمو، لا سيما انه البراز تبع الدجاجه هذا بعد هيك يعني حيصل لهذا اللي هو البيض. كمان اخر شغله يمكن اللي هو لازم اخذ حذري من اللي هي الاسماك، اني ارميها في وين؟ في انبليوتد ووتر، في ماء غير ملوث، مش راح انا اعمل بركة استزراع سمكة واحطها جنب مثلا مضخات المجاري، بالتأكيد هذا السمك غير صالح له اللي هو التناول. طيب هذه مصادر تلوث داخلية. طب احيانا ممكن هذه مصدر تلوث اللي هو خارجي، واحنا قاعدين نشتغل في المصنع مثلا الاقي انه عندي مثلا تلوث مثلا بهوائي، يعني الاقي الهواء تبعي متلوث، واحد رايح يعمل لي مصنع تغليف دجاج او تصنيع منتجات الدجاج او عمل مرتديلا، عامل لي جنب مزرعه دجاج، معناته كل الغبار وكل الدست الموشر دروبلت وكل المايكرو اورجانيزم حييجوا من جهه المزرعه باتجاه اللي هو المصنع. صح انه المايكرو اورجانيزم ما بتنموش في الغبار، لكنها تستطيع ان تنتقل من خلال اللي هو ذرات الغبار الى الطعام. هذا احنا شايفين هنا مثلا عمليه تنظيف لحمام، هنا مثلا عمليه تنظيف للبيت، وبنشوف مثلا بعض مصادر الغبار في هذه الحاله. على سبيل المثال مثلا عندنا اللي هو مثلا الشخص هذا عمل سنيزنج عطس، طلع منه كميه كبيره من المايكرو اورجانيزم، واليوم نتكلم احنا على فيروس كوفيد 19 وبقول انه اخطر شغله العطاس، لازم احنا ما نعطسش في الهواء، طبعا مع العطسه تبعته تنطلق ملايين اللي هو الجزيئات البارتكلز
اللي بتحمل انواع متعدده من اللي هو المايكرو اورجانيزم. عمليه اللي هي المكنسه الكهربائيه، الفاكوم مصدر برضه للي هو التلوث. شايفين هذه الحشره؟ هذه الحشره دائما موجوده على اللي هو السجاد والملابس اللي بسموها الدست، يعني مايتس اللي هو البراغيث او العث تبع اللي هو تبع الغبار. بقى في مصادر كثيره للمايكرو اورجانيزم تكون موجوده في الهواء، سواء كانت بكتيريا، سواء كانت فيروسز، سواء كانت بولنز اللي هي حبوب اللقاح. هذه احيانا بتعمل عند الشخص اللي هو ايش؟ الحساسيه. الحيوانات المنزليه من اخطر حاملين المايكرو اورجانيزم، فالحيوان لما يحك شعره حالاً بينطلق منه عدد كبير من المايكرو اورجانيزم. طيب كيف انا بدي اتحكم في عدد المايكرو اورجانيزم في الهواء؟ قال لك بسيطه، المايكرو اورجانيزم عاده بيحتاج الى جو رطب، بفضل الجو الرطب، جو الجاف بيقضي على المايكرو اورجانيزم. قال انا في عندي مقياس، هذا المقياس بيقيس قديش في دست في الجو، بالإضافة أنه بيقيس درجة حرارة ودرجة اللي هو الرطوبة. هذا الجهاز موجود في المصانع ويستخدم في المصانع للحفاظ على نسبة رطوبة معينة ودرجة حرارة معينة وكمية غبار أيضا معينة. فأنا لازم أتحكم في الديجري أوف هيوميديتي، قديش الرطوبة، قديش في كمية دست بارتكلز في المصنع، ما يكونش زي ما قلنا المصنع جنب مزرعة دجاج مثلا. مهم هذا جدا. التمبريتشر لازم أتحكم فيها، الاير فيلوسيتي سرعة الهواء. طيب في ايش بيأثر الاير فيلوسيتي؟ الاير في المصانع يا جماعة له مدخل وله مخرج، ممنوع يكون بيشتغل في اتجاهين، تمام؟ الاير اللي داخل بده يكون مفلتر، الاير الهواء اللي طالع بدوش يرجع مرة أخرى. بعد لازم يكون قد ما نقدر نحاول ايش نعمل؟ نعمل الجو يكون يعني جاف، لأن الجو الجاف لا يناسب اللي هو نمو المايكرو أورجانيزم. أوكي، فلذلك إيش بقول؟ بقول dry air with low dust content and higher temperature has a low microbial level. طيب بعض المايكرو أورجانيزم اللي أنا ممكن ألاقيها في الهواء، طبعا السبورز، السبورز سواء كانت سبورز تبعت فطريات، السبورز تبعت بكتيريا زي بكتيريا باسيلس أو بكتيريا الكلوستريديوم. ممكن الاقي كمان السبورز تبعت المولدز، الاقي بعض انواع اليست الخمائر، وايضا ممكن الاقي بكتيريا يعني بعض انواع البكتيريا الجرام بوزيتيف بكتيريا زي المايكروكوكس والسرسين. اوكي، يبقى انا دائما انا بختار المكان بعيدا عن الاماكن اللي هو الملوث. طبعا ممكن يكون بعض انواع الفيروسات كمان موجوده اللي بنسميها الايربورن فيروسز، الايربورن فيروسز هذه بدنا نحطها دائما في اعتبارنا. كيف بدي اتحكم؟ قال لك او كيف بتحكم في انه دائما يعني يكون الهواء نقي او ما فيش فيه مايكرو اورجانيزم؟ قال لك اول حاجه ريموفينج لابوتنشال سورسز. ايش يعني؟ يعني اذا كان في مصدر خارجي بدخل لي، اذا كان في مصدر خارجي بدخل لي المايكرو اورجانيزم او الدست الى الداخل، بدي ابعد المصنع عنه. ولذلك انا بختار دائما المصنع في اماكن جيدة التهوية مش جنب مزارع، بنفعش. التاني شغلة الاير فلتريشن، انه يكون في عندي فلاتر خاصة لتنقية الهواء، اذا بخش على المصنع او على المؤسسة تبعت او المنشأة هواء ايش؟ مفلتر. تقليل الهيوميديتي، قلل الرطوبة قدر الامكان، وبعدين ممكن انا هذا الهواء اللي داخل عرضه كمان للالترا فايلوت. الالترا فايلوت طبعا عندها قدره على قتل اللي هو المايكرو اورجانيزم من خلال عمل اللي هو طفرات في الدي ان اي تبع المايكرو اورجانيزم، فالمايكرو اورجانيزم لا يستطيع انقسام واشماله وبموت. طيب في مصادر اخرى كمان، قال لك السويل اللي هو الايش؟ التربه. كثير بنلاقي مثلا مزارع ومزروعات معموله في مناطق للاسف يعني قريبه مثلا مصادر المجاري مثلا، بقول لك المزارع انا ايش خسران؟ ما هي ميه المجاري تعتبر فيرتلايزر، تعتبر اسمده، وهنا بنزرع. وبعدين بقول لك يعني هذا الحوض للزراعه للبيع، وهذا الحوض ايش؟ الي عشان اكل منه. فالمصدر تبع
المايكرو اورجانيزم في السويل لازم انا ايش اهتم انه السويل هذا يكون ماله نظيف، لانه المايكرو اورجانيزم عندها قدره بشكل كبير تنمو فيه اللي هو التربه. التربه مكان يا جماعه خصب جدا بالمايكرو اورجانيزم، تحتوي التربه على بليونز من الخلايا في الواحد جرام من التربه، وهي انواع مختلفه. حتلاقي عندك المولدز، العفان، اليس، الخمائر، تيروكوكس، الباسيلس، كلستريديوم، كل المكونات تبعت السبور فورمينج بكتيريا. يبقى عندي المايكرو اورجانيزم خاصه زي الباسيلس كلستريديوم بتعمل سبورز، لان هذه السبورز بتظهر عشرات السنوات في التربه. الانتيروباكتر، مجموعه الكوليفورم كلها والفيكا كوليفورم تلاقيها في التربه، السيدوموناس، البروتياس، الميكروكوكس، ايضا ممكن الاقي عدد كبير من البارازايت اذا حصل كونتامينيشن للتربه. برضه ممكن الاقي اذا كانت التربه رطبه الاقي بعض انواع الانتريك فيروسز. زي ما قلنا اخطر مصدر للسويل هو عمليه الكونتامينيشن بالايش؟ بالفيكال ماتيريال. فاحنا لازم ناخذ بالنا انه دائما لو انا مثلا طالع كمفتش غذائي او بشتغل في مصنع بدي اروح اشتري خضار للمصنع تبعي، بدي انتبه انه التربه، انه انا بروح على المزرعه افقد التربه، افقد مصدر المياه، اتاكد انهم صالحين فعلا للاستخدام، ما ينضحكش علي، لانه في النهايه الثمره سيحدث لها تلوث. كمان الحيوانات، كمان الحيوانات اللي احنا بنربيها اكيد حيتم تربيتها وين؟ على التربة. فبرضه اتأكد ان التربة اللي مرمية عليه، ان المكان اللي منمى عليه الحيوان يكون مكان. يبقى هذا التربة ايضا ممكن ينمى عليها الحيوانات، فبرضه ناخد بالنا من هذا الموضوع. مصادر التلوث ايضا اللي هو ايش؟ السوج، اللي هو مياه المجاري، وهذا اخطر عامل يمكن بنواجهه في كثير من المزارع، استخدام مياه المجاري غير معالجة في ري اللي هو المزرعات. يعني احنا اذا بدنا نضطر نستخدم مياه المجاري في ري المزرعات بده يكون هذه المياه قد تم معالجتها، قد تم التخلص من الجزء العضوي منها، ومن ثم بتم يعني عملية معالجة لها في احواض المعالجة، وبعد ذلك يمكن استخدامها في عملية الفيرتلايزيشن وفي عملية يعني كأسمدة، وكذلك في عملية اللي هو ري اللي هو المحاصيل. طبعا زي ما حكينا عن موضوع اللي هو الووشنج للمحصول، مهم جدا بعد عملية اللي هو جمعه مباشرة. المية برضه المصادر المياه اللي بتستخدم في ري المزروعات بالذات عندنا مصدرين، اما احنا بنستخدم اللي هو مياه الامطار مباشرة او الابار، او مياه تم اعادة اللي هو يعني عملية اللي هو معالجتها بسميها ريسايكلد اللي هو ووتر. فبرضو زي ما حكينا هذه المياه اذا كانت ريسايكل يجب ان تستخدم مع الاشجار ولا تستخدم مع النباتات الصغيرة، لانه من السهل جدا النباتات الصغيرة ايش مالها تتلوث. وشغلة تانية العمر تبع هذه النباتات قصير، فاحنا لازم ناخد بالنا من مصدر اللي هو المياه. طبعا العدو الاكبر في عملية تصنيع الغذاء اللي هو الانسان اللي هو الهيومن. ليش الهيومن هو المصدر الاكبر؟ لان الهيومن هو المسؤول، هو المسؤول الاول والاخير عن جودة المادة الغذائية المقدمة. فلك كل العوامل السابقة المسؤولة عن الكنترول تبعها مين؟ الهيومن. فذلك اذا بقول الهيومن بتكلم على الشخص اللي بيشتغل في المزرعة، بتكلم على الشخص اللي بيقطع النباتات او بيعمل بروسيسنج للنبات، بتكلم عن الاشخاص اللي بيمسكوا الطعام في المطاعم، بتكلم عن الاشخاص اللي بيمسكوا الطعام في المصانع، بتكلم عنك انت في البيت، بتكلم عن الاشخاص اللي احيانا بنلاقيهم حاملين لبعض الميكرو اورجانيزم ككارير وتظهرش عليهم الاعراض لكن يستطيعوا ان ينقلوا هذا الميكروب من شخص لاخر. كل هدول الاشخاص هم مصدر خطر ومصدر تلوث، ولذلك احنا بنقول انه الانسان هو اللي يعني اللي بنسميه احنا اللي بيغلق دائرة الخطر، او هو اللي بربط المواضيع هذه كلها مع بعض. شوف الاخ قاعد بجهز لحمة ومش مبطل تشو، والاخ الثاني قاعد
ببقور بطلع بفحر انفاق، هذه امور كلها يعني تؤخذ في الحسبان. طيب ايش الميجر سورس للمايكرو اورجانيزم في الكونتامينيشن يعني بواسطه اللي هو الهيومن؟ اول حاجه عمليه غسيل ايدي غير ملائمه. يا جماعه الخير غسيل الايدي عده خطوات مش خطوه واحده. في الخطوه الاولى بنغسل احنا باطن الايدي، بعدين براحه اليد اليمنى بنغسل اليد اليسرى، وبراحه اليد اليسرى بنغسل خلف اليد اليمنى، بعدين بنروح احنا غسلين اطراف الاصابع، بعدين بنغسل اللي هو الاصبع اللي هو الابهام، بعدين بنغسل المعاصم. يعني عشان انظف ايدي انا في عندي 5 أو 6 خطوات اجب تطلعوا عليهم وتشوفوهم. اذا احنا ما طبقناه عمليه غسيل اليد بغسيل عمليه مش سليمه، فاحنا لازم نكون غسلين ايدينا بشكل جيد. غسلنا ايدينا ما نلعبش بمناخيرنا ووجهنا وتمنا وداننا وشعرنا، خلاص لان اصبحت ايدك معقمه وجاهزه لاستخدام الغذاء. البيرسونال هايجين اللي هو اللي احنا بنسميه اللي هي يعني النظافه الشخصيه، اللي هي عمليه ايش؟ النظافه الشخصيه بشكل اساسي. قديش هذا الشخص بحافظ على نظافته الشخصيه، يعني قص الشعر، قص الاظافر، الاستحمام الدائم، الملابس النظيفه، لان كل هذا علامات تدل اما ان هذا الشخص يصلح لاداره منشاه غذائيه او لا يصلح. كمان الديرتي كلودز وهيرز، يعني برضه الملابس القذره مع الشعر، هاي حكيناه قلنا وجود اللي هو البويسن هاجين اللي هي العادات الجيده او العادات الصحيحه لهذا الشخص مهم جدا. طيب شخص عنده مثلا تلاقيه عنده فسفوسه مثلا في وجهه او في اصبعه او في جرح، وهذا الجرح ملوث ومش ماخذ باله صح، لكن هذا الجرح يعتبر مصدر للتلوث في الاطعمه. واحد طلع له حب شباب، الاخينا بالله كل شويه بيفتح حبه الشباب يعني بيطلع منها الصديد او المايكرو اورجانيزم، عاده بكون ستاف اوليس بقعد يشتغل في المطعم ببقوا، يعني زي ما بنقول معلش يعني ببقوا في وجهه او بنكش في حبه موجوده في وجهه او في ايده. طبعا هذه كلها مصادر للتلوث. شخص مصاب بالسالمونيلا او مصاب بالانفلونزا او عنده التهاب في الزور او عنده هيباتيتس، برضه هذا مصدر لتلوث المدى الغذائي. كمان مره بنذكر انه الفيروسات لا تتقاطع في المدى الغذائي، فهنا بقت المدى الغذائي بتكون عباره عن ناقل لهذا الفيروس. هاي شوف انت مثلا هذا الشخص بعد ما غسل ايديه بدا ايش ماله؟ بدا يعمل عمليه مثلا تلوث، راح حكل شعره، طبعا الشعر فيه مايكرو اورجانيزم، او حط لي الشعر الاصابع بين اللي هو شعره صار يلعب بشعره، او بدا يلعب في مناخيره، او صار يلعب في دانه، او راح مسك اللي هو مثلا بثره او بمبل او حبه صغيره في وجهه زي حب الشباب ولعب فيها، او مش لابس اليونيفورم الملائم للشغل، لابس لي شبشب ولابس لي بنطلون ممزع وقميص ولا بلوزه يمكن عمرها 100 سنه برضه مشكلة، ونازل قحقحلي في المصنع في على مثلا على علب الحليب او على حتى لو في مطعم بلاش في مصنع، حتى لو ببيع هو سندوتشات طحن، في النهاية هذا تعتبر منشأة غذائية لابد من الاهتمام فيها. زي ما بنشوف مثلا تبع الطحن بقص اللحمة بنفس السكينة اللي بقص فيها البندورة والخيار والليمون والسندوتش، لا يجوز، كل شيء له سكينة خاصة فيه يا جماعة. بنلاقي بياع الحمص بتناول الكيس عشان يفتح لك الكيس لازم يفتح الكيس باللعاب تبعه. طبعا لا يجوز، مصدر المصادر اللي هو ايش؟ التلوث الشديدة جدا. بتلاقيه مثلا قاعد بيشتغل عفوا بيبصق سبيتنج ان يعني ان اوبريشن خلال الشغل تبعه، تلاقيه مثلا بروح هو ايش ماله؟ هو تافف او حزين. كل هذه الامور هي مصادر اللي هو التلوث. طبعا في كثير من المايكرو اورجانيزم موجوده داخليا او خارجيا زي الستاف اوريوس او السالمونيلا او الشيجيلا او الايكولاي او الهيباتيتس وما ذلك، يمكن ان تصل الى الماده الغذائيه. ولذلك يعني وزاره الصحه والاقتصاد دائما بفحص عمال المقاصف عمال المصانع ضد هذه اللي هو المايكرو اورجانيزم. طيب كيف انا بدي اعمل كنترولينج، كيف بدي اعمل تحكم انه الانسان ما يكونش مصدر للخطر؟ بدي ادرب الاشخاص. اهم شغله بدنا نفهم انه عاده يا جماعه بيئه العمال هي بيئه يعني
علميا ضعيفة، يعني العامل العادة ما يكونش معه توجيهي، فأنا بدي أقنعه إنه هذه الإجراءات هي في مصلحته، في مصلحة المنشأة اللي بيشتغل فيها، في مصلحة المجتمع، إنه أنت لو أديت إلى ضرر بهذا المصنع أغلقته معنى هيك إنه رغيف العيش تبعك هذا حينقطع، لكن كل ما اتبعت إجراءات أفضل، كل ما حافظت على مصدر الغذاء تبعك على قوتك، وإنه هذه النظافة الشخصية شيء في مصلحتك، الإجراءات لأنه أجمل إنك تكون مثلا شخص يعني لما يجي زوار تكون لابس زي محترم وواقف وقفة محترمة، ولا الناس تضحك عليك على الهيئة تبعتك، ويعني سلعتك ما تمشيش إن كنت فاتح مطعم أو إن كنت فاتح بسطة أو ما إلى ذلك. فبدي أعلم الناس اللي هو الجود بيرسونال هايجين. كمان أنا بدي أكون كوزارة صحة أو اقتصاد أو هذا دائما أعمل تشيكنج للهيلث، يعني دائما هدول الأشخاص أوجههم نحو اللي هو الفحوصات، اشوف هل الاشخاص، يعني احنا مثلا في عندنا في الكليه مثلا الكافتيريا، احنا مشرفين على الكافتيريا، دائما بنروح بنشوف كيف الوضع الغذائي عندهم، مدى صلاحيه الغذاء، مدى هل العمال ملتزمين، كيف صحه العمال، اسماء العمال الموجودين، هل اجروا فحوصات ولا لا، كل هذا دائما احنا ايش بنعمل عمليه فحص لإله. كمان عمليه اللي هو التوفر معايير اللي هو النظافة، يعني هل في فعلا افشنت فعال، نظافة فعالة عندنا في المنشأة، ولا الأمور يعني بهدلة، هل في معالم جمال والإشي مرتب ولا مش مرتب في هذه المنشأة. طيب أحيانا احنا في المادة الغذائية ايش بنعمل؟ بنضيف بعض الفود انجريدنتس، بعض المضافات يعني على المادة الغذائية بغرض اللي هو التحسين، لكن هذه المواد ممكن تكون تحتوي على اللي هو بعض انواع الفطريات او بعض انواع الباثوجينيك مايكرو اورجانيزم. ايش مواد التحسين؟ يعني مثلا البهارات، زي مثلا اللي هو التوابل، هذه كلها مصادر يعني تحسينية بنسميها للغذاء، هي اساسا مش جزء من الغذاء، لا هي بتدي تيست، بتدي طعم، بتدي رائحه اللي هو للماده الغذائيه. احيانا تكون تحمل مايكرو اورجانيزم زي بعض انواع البهارات، مثلا بتلاقي فيها كتير سبورز تبعت اللي هو الفطريات او سبورز تبعت البكتيريا، فهذا لازم ناخذ بالنا من هذه اللي هو البهارات. لازم عمليه تجهيزها يكون في وضع السانيتيشن تبعتها، النظافه تبعتها تكون واضحه ممتاز، ولما نفحص هذه التوابل او البهارات نسبة وجود المايكرو اورجانيزم فيها يكون في حدود المعقول، يكون في حدود اللي هو المعقول. شيء شغلة مهمة جدا بنلاحظها دائما في المؤسسات الصغيرة والكبيرة اللي هي الاكويبمنت اللي بيستخدمها، الاكويبمنت اللي بيستخدمها اللي هو المصنع او المنشأة. اليوم اشتغلنا انتجنا لبن، إذا هذه الماكينة تبعت الإنتاج لم يتم تنظيفها وتعقيمها بشكل ممتاز، خطوط الإنتاج من الداخل حتنمو جواها الميكرو أورجانيزم، ففي اليوم الثاني ما حيشتغل بالتأكيد كل الشغل تبع حيطلع إشماله ملوث. فالإكويبمنت من الأساس، سواء حتى لو كانت نشرة، حتى دير بالك يا جماعة، الجزء الصغير جدا اللي احنا بناخدوش في الاعتبار، بالنسبة للميكروب عالم جلدة في ماسورة في خط الإنتاج، هذا تصبح بيئة لتكون شغلة احنا بنسميها ايش؟ بنسميها اللي هو البيوفيلمز. فعلى هذا البيوفيلمز تنمي ملايين ملايين البكتيريا، وكل ما يمر حليب أو مادة غذائية في هذه الماسورة بيتم إعطاؤه جزء من هذه البكتيريا، فباستمرار دائما ايش؟ في تلوث. فعملية تنظيف الأجهزة صغيرها وكبيرها يعني مهم جدا، كثير من الميكرو أورجانيزم تستغل هذه الحالة، خاصة انتريك ميكرو أورجانيزم، السالمونيلا، الستيريا، الإشريشيا كولاي، الكونستيك بكتيريا، اللاكتوباسيلس، السودوموناس، كلوستيديم، اليست والمونس، هذول بيستغلوا اللي هي ايش؟ الثغرات في الإكوبمنت، يبقى لازم أنا أعقم وأنظف الإكوبمنت هذه بشكل ايش؟ ممتاز. عادة بيتم تعقيمها طبعا بداية بخصوص الماء الساخن من دين بالكلور للحفاظ على اللي هو نظافته. احيانا في عندي بعض الاشياء بنسميها احنا المتفرقات، المتنوعات او اللي هو
المتفرقات، زي مثلا في اثناء يعني احنا بعد ما انتجنا المنتج بشكل جيد وممتاز جينا نغلفه، في اثناء التغليف طلعت كيس التغليف ايش مالها؟ ملوثة، او العلب الكرتون تبعت ايش مالها؟ ملوثة، او في عندي حشرات زي الدباب في محل الحلويات يعني، وبعدين هاجم الدبان وهاجم النحل وهاجم مش عارف ايش، طبعا لا يجوز. طبعا ايش؟ لا يجوز، ان هذه تحمل على اجسادها مايكرو اورجانيزم. جاء وجود الرودنتس، واحد مخزن بسكوت في المصنع تبعه عشان الاستخدام، اجى حصل كونتامينيشن، اجى فار خزق كرتونة البسكوت ودخل وكل منها، طبعا عمل تلوث لهذا البسكوت. زي وجود بعض انواع الديدان، وجود الطيور، تيجي الطيور بتعشش في المواسير تبعت اللي هو المصنع، بقول لك ايش سيبها، يعني هذه بتاكل من رزق الله، صح تاكل من رزق الله، ولكن هذا البراز اللي بتسقطه، هذا الريش اللي بتسقطه يحتوي على ميكروبات عده قد تؤدي الى فساد كل المنتج تبعه. الهاوس بيتس اللي هي في البيوت، انا اخذ بالنا انه البيت برضه يا جماعه، انه البيت منشاه غذائيه. انه البيت منشاه غذائيه، يعني البيت في حد ذاته، انا ما بتكلمش عن فود مايكروبيولوجي بس مصنع، لا، البيت تبعنا، ثلاجتنا، سكينتنا، هذه تعتبر جزء من هذه المنشأة. فنلاقي مثلا مربي لي بسة عندها توكسوبلازما مثلا على سبيل المثال، أو مربي لي كلب، أو مربي لي مش عارف عصافير حاططهم بالمطبخ، هذه كلها مصادر إيش؟ خطر، زي ما قلنا الرودنس اللي هو إيش؟ القوارض. فكل هذه الأمور يجب أنها يتم أخذها بالحسبان. هذا اللي إحنا شرحناه كله سيتم إن شاء الله رب العالمين يعني توضيحه في المحاضرات القادمة بشكل إيش؟ بشكل مفصل. إحنا تعرفنا إذا في هذه المحاضرة على شغلتين أساسيات، مصادر الكونتاميشن في الطعام، سواء كانت المصادر الإندوجينيوس أو الداخلية أو الإكزوجينيوس المصادر الخارجية، وقلنا في بداية المحاضرة إنه سواء كان النبات أو الأنيمال، هذول المستخدمين في تجهيز الطعام ممكن يكون في عندهم بكتيريا سميناها النورمال فلورا، بكتيريا طبيعية، لكن إذا كان عملية الجمع، عملية الذبح خاطئة، هذا الميكرو أورجانيزم قد تؤدي إلى تلوث الطعام. هذول اعتبرناهم مصادر يعني داخلية. مصادر خارجية بدأنا بالووتر، السويل، الهيومن، الاكوبمنت، الميزلينياس اللي هي يعني الجوانب المختلفة. في النهاية هذه الأمور يجب أن يتم التحكم بها حتى نحصل على منتج سليم. أكرر، المنتج السليم ليس مصنع، المنتج السليم طنجرة الطبيخ في الدار، ساندويش الفلافل اللي أنا بدي أعمله هذا يعتبر منتج، لأن أنا عندي في إنتاجه في خبز، في الفلافل، في البندورة، في الخيار، في الفلفل، في حبة الملح، أنا في النهاية بحاول إني يعني في بيتي أنا أمتلك مصنع مصغر. ومن ثم المحل الفول والفلافل المصنع، وانا اصل الى مصنع زي مثلا المراعي على سبيل المثال، مصنع ضخم جدا في انتاج اللي هو الالبان باشكالها. ارجو ان تكونوا استفدتم خلال هذه المحاضره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.